انتقالية في حكومة قومية. لكن في حكومة بتاعت برنامج ناس بعد الانتخابات بنقعد تاني بندعو كل احزاب كل قوى السياسية داري يشارك نجي نشارك لكن ببرنامج برنامج موحد لكن ما داخل الحكومة في ذول الحكومة وهو حكومة ومعارضة للحكومة. لأنه عارفين ما عندهم فرصة. ما عندهم الجماهير بتجيبونا من البرلمان. لأنه لما عملنا الفترة الانتقالية بعد اتفاقية السلام وجبنا الناس والقوى السياسية كلها قلنا ندخل البرلمان كانت فرصة للناس يخشوا البرلمان. ما عندهم قواعد تجيبهم. لكن دايرين التعيين، ثاني تعيين ما في. الدائرة يخش البرلمان يمشي الشعب. والصناديق والدائرة يحكي يمشي للشعب عبر الصناديق. من جانبه